في خضم الجدل الدائر في أروقة السياسة الدولية ما بين مؤيد لتوجيه ضربة عسكرية ضد النظام السوري ورافض لها، يبدو أن الدول الفاعلة تسابق الوقت لإعلان ساعة الصفر وضبط عقاربها لشن الضربة، خاصة بعد إتمام هولندا لقاءاته التشاورية مع الأحزاب في فرنسا وضبط الإدارة الأمريكية لجميع أوراقها وملفاتها بخصوص الضربة القادمة. دول عديدة أكدت على أن هناك استراتيجية جديدة تجري صياغتها لتعزيز قدرات الجيش السوري الحر من خلال مد الثوار بأسلحة خفيفة وثقيلة متطورة للاستفادة من أي هجوم محتمل على مراكز حساسة للنظام من شأنها إضعاف إمكانياته. قيادات في الجيش الحر نفت إجراء أي تنسيق بين الثوار والأطراف التي تحضر لضرب النظام، مؤكدة أن الكتائب العاملة على الأرض جاهزة للتحرك وفق خطة عسكرية مسبقة، وأن المقاتلين على الأرض سيستغلون ضعف قوات النظام لإحراز تقدم على أكثر من جبهة للسيطرة على مواقع جديدة على امتداد التراب السوري. وهذا ما انعكس إيجابا وحتى قبل حدوث الضربة على معنويات الثوار بعد تحريرهم لأجزاء كبيرة من اللواء 81 في القلمون وتقدمهم في ريفي إدلب ولاذقية، وسط معلومات تفيد بتزايد حركة الانشقاق بين صفوف قوات النظام، إضافة لإخلاء النظام للكثير من مواقعه الأمنية ونقلها إلى داخل المدارس والمدن المأهولة بالمدنيين ونقل أسلحة معينة ومنصات إطلاق الصواريخ إلى مناطق أخرى.